في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر عام 89 و900 و1000 سقط جدار برلين. فماذا حل بجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة وتحديدا ببراندنبورغ التي هي اليوم إحدى الولايات الستة لألمانيا الاتحادية؟ بوتسدام عاصمتها تبعد عن برلين 25 دقيقة في القطار، أصبحت اليوم مقصدا للمشاهير، منازلها الفخمة وقصورها جذبتهم إليها. خلال السنوات 25 الماضية بوتسدام غيرت نفسها تماما، لقد نفضت الغبار عنها وتحولت إلى جوهرة حقيقية. الشقق الفخمة تباع اليوم على الأقل ب5000 يورو للمتر المربع، لكن خارج بوتسدام الأسعار منخفضة. براندنبورغ تطوق برلين، مساحتها توازي مساحة بلجيكا مع 1.5 مليون نسمة، كغيرها من مناطق ألمانيا الشرقية السابقة. وبعد عقود من التخطيط المركزي احتاجت للتطوير، فوضعت الحكومة الاتحادية برامج تنموية لها. المستشار هيلموت كول وعد جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة بالازدهار، ومنذ ذلك الحين أنفق القطاعان الخاص والرسمي 2.6 مليار يورو، فكان النجاح والنمو على الموعد في مدن عدة، لكن ليس في براندنبورغ التي بقيت مكانا صارخا للتناقضات. شرق البلاد استطاع مواكبة غربها دون ردم الفجوة بينهما. الناتج الاقتصادي فيها بلغ 70% من مثيله في غرب البلاد، في حين أن نسبة البطالة انخفضت للنصف خلال السنوات العشر الأخيرة. أما مناطقها الريفية فمستمرة في معاناتها. مثال على ذلك منطقة أوكامارك التي تشهد أكبر نسبة بطالة في البلاد، وفيها تقع تامبلين حيث نشأت المستشارة أنجيلا ميركل. مشكلتنا هي أن العديد من الناس لا يملكون مستوى تعليمي ضروري لبدء تدريب أو تعلم مهنة. أما الذين يملكون هذا المستوى فعادة ما يغادرون إلى برلين أو هامبورغ، لذا تجد المؤسسات المحلية صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة. التناقض واضح وجلي، من ناحية نسبة البطالة عالية وقد تكون لمدة طويلة، ومن ناحية أخرى هناك وظائف شاغرة خاصة في مجال الطبابة والصحة والسياحة والتجارة والفندقية. أمر مأساوي حقا، الناس يغادرون مؤخرا فقط، وللمرة الأولى لم يعد يسمح لنا بالعمل 7 أيام في الأسبوع، وعلينا إقفال متاجرنا خلال الأسبوع والعمل فقط أيام الجمعة والسبت والأحد بسبب عدم وجود ما يكفي من العمال المؤهلين. وترى إحدى النساء أنه لا أفاق لهم هنا، الصناعة غير موجودة ولا شيء آخر سوى السياحة. أوكامارك تشيخ وتامبلين ليست قاعدة، صحيح أنها مدينة جميلة لكن ذلك لا يجلب الطعام إلى طبقك. فيما عدا برلين وضواحيها، شرق ألمانيا خسر 14% من سكانه. أوكامارك كما المنطقة بأسرها تحارب نزوح سكانها والتغير الديموغرافي ونقص المهارات. تامبلين لوحدها ثلث سكانها تعدى سن 60، وبسبب البنية التحتية الضعيفة في أوكامارك الشركات الكبيرة نادرة باستثناء مدينة شويت، حيث مصفاة للنفط أسست في عهد جمهورية ألمانيا الديمقراطية، لكنها تواجه أيضا تحديات كبيرة، إذ أنها تحتاج ليد عاملة في السنوات 15 المقبلة كي يحلوا محل أولئك الذين سيحالون إلى التقاعد. المشكلة في إيجاد عمال من الشباب في أقرب وقت، إذن هناك مجالات للعمل. بالنسبة للشركات المتخصصة يزداد الأمر صعوبة في إيجاد العمال والموظفين، فمواصفات المدن الكبرى نحن بعيدون جدا عنها هنا. أما مدينة كوتباس التي تبعد 30 كيلومترا عن الحدود مع بولندا فتكثر فيها الغابات والأشجار، إنها السبب في عودة ساشا نيهلز إليها بعد أن أمضى سنوات في السويد وبريطانيا والولايات المتحدة. اليوم ينظم اجتماعات لمجموعات من السكان، ومنهم من عادوا مثله إلى أراضيهم.
إنه تغيير خاصة عندما تأتي من مدينة كبيرة، إنها منطقة ريفية وتتطلب بعض التحسينات، لكن العديد من الناس يحبون هذا الهدوء هنا والمسافات القصيرة. وحين تبدأ بالتفكير بالأولاد فهي مكان كبير حقا لأنه سيعجبهم. بعد ربع قرن لم تعد هناك ألمانيتان، وإنما بلد موحد يسعى فيه مواطنوه للنجاح والازدهار.